الرحمن عبد الرحمن، مسألة استخدام القطار وفق بطاقة، كيف يعني الآلية؟ نعم، قطار المشاعر حسين من المتوقع أن ينقل تقريبا أكثر من 300,000 حاج هذه الليلة من عرفات إلى مزدلفة. طبعا ليس كل الحجاج يأتون عن طريق القطار المشاعر، الآلية هي عبر الحملات الحج والشركات والمؤسسات الخاصة بالطوافة، وأيضا المحطات تم تخصيصها إلى جهات معينة من الدول الإسلامية. يعني مثلا محطة مزدلفة واحد، أغلب الحجاج الذين أتوا عن طريقها هم من شرق آسيا، من باكستان والهند. محطة رقم 2 أيضا تكون مخصصة لجنسيات معينة، وأيضا محطة رقم 3 لتيسير خروجهم وسهولهم وأيضا ذهابهم مباشرة إلى مواقعهم في مشعر مزدلفة. هناك مواقع مخصصة لهم داخل مزدلفة لتسهيل حركتهم وأيضا خروجهم وفي طريقهم أيضا الليلة إلى منى ومن ثم الجمرة الكبرى ومن ثم طواف الإفاضة. نشاهد أيضا القطارات تباعا تأتي. لعل زميل وليد يأخذ لكم بعض اللقطات هنا، مشاهد هذا القطار الذي في طريقه إلى محطة رقم 2، وأيضا بعد قليل ربما يصل أحد القطارات هنا إلى محطة رقم 1. الجميل أيضا حسين بأن هذه المحطة موجود فيها قوات أمن المنشآت التابعة لوزارة الداخلية، أيضا هنا موجود الدفاع المدني وأيضا موظفي شركة سار الخاصة بالخطوط سكك الحديد في السعودية. الآن نسمع هذا الجرس حسين، وهو التنبيه بأن هناك قطار سيصل بعد دقائق قليلة إلى مشعر مزدلفة وإلى هذه المحطة. نشاهد الآن من أمامنا هذا القطار وصل الآن وسيخرج منه الحجاج مباشرة سواء إلى المصعد الكهربائي أو إلى الدرجات السلم الكهربائي أو السلم العادي. نشاهد الآن طريقة خروجهم من القطار على الهواء مباشرة وتوزيعهم وتنظيم سيرهم مباشرة إلى مواقعهم في مزدلفة. نشاهد أيضا هناك حجاج كبار سن موجودون على الكراسي المتحركة، يتم تحويلهم مباشرة إلى المصعد الكهربائي تيسيرا لنزولهم بشكل أسرع. أما الحجاج الذين يكونون مشا على أقدامهم فهناك طريقة وهي الخروج عبر السلم الموجود على أمامنا هنا، يتم نزولهم مباشرة وتسهيل خروجهم بشكل سريع إلى مواقعهم في مزدلفة. نشاهد أيضا رجال قوات أمن المنشآت والدفاع المدني وأيضا مؤسسات الطوافة التي توجه الحجاج. هؤلاء أغلبهم هم من حجاج باكستان، نعم، وأيضا حجاج الهند، والذين أيضا يشكلون حسين العدد الأكبر، نعم، من الحجاج إلى جانب حجاج أندونيسيا لهذا العام. شكرا جزيلا لكم عبد الرحمن العصيمي وعبد المحسن الحربي وللزملاء في فريق التصوير على كل هذا النقل والمتابعة. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير، لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.